أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفقاتكم. رح نحكي عن الأحداث اللي رح تصير بمسلسل عروس بيرو الجزء الثاني الحلقة 65. آدم بيزور لعماد وبيحكي له عن كل شي صار بالكامل، وهون عماد بيفرح لأنه الأمور ما بقيت على ما هي بين فارس وآدم، أنه عادت كما كانت بالسابق، فمصالحتهم هلأ ليست بصالحه، وبيشجعه أنه ينتقم من فارس ويرد له صاع صاعين. وبوقت تاني مع فارس وسريا اللي بيرجع للقصر، وهون بيكون محضر لباقة من الورد احتفالا بأنه هي حامل ببنت. وباليوم التاني بيلتقي آدم وفارس وخليل بالشركة، وهون آدم بيحاول أنه ما يظهر عليه أنه هو منزعج من فارس، وبيبدأ كتير طبيعي وأنه بيحبه وعلى علاقة صداقة وأخوة بين بعض. هادي بيقعد وحده وبيشعر بالحزن الشديد، وهو عم ينظر للخاتم اللي تركت له يا عبير، وبيبلش يتذكر لحظاتهم مع بعض. خليل ونايا بيرجعوا للقصر وبيكونوا كتير مبسوطين لأنه النور بلشت تستجيب للعلاج وهي عم تتحسن، ولأنه نايا هلأ رح تجيب بيبي جديد. وهون نايا بتخبر خليل أنه هي هلأ ما عندها أي مانع أنه يبلش بإجراءات الطلاق، فهون بيطلب منها خليل أنه يعيشوا لحظات الفرح وأنه تغلق على الموضوع، فمو هلأ وقته. بتروح نايا للقصر وبتجلس مع ليلى وخالتها سامية، وبتقوله انه هي حامل للمرة الثانية، والخبر بيكون سعيد على الكل. وبنفس الوقت انه بيكونوا عم يحضروا البث المباشر لنجاحات شركة آل الظاهر، خصوصي بعد افتتاح الشركة الجديدة الخاصة بالشحن والطيران، وهذا هو المشروع اللي قدمه آدم من خلال خليل واللي رح يقضي على آل الظاهر. هون السيدة ليلى بتطلب من خالة نايا انه يسكروا عن اي مواضيع ثانية ويبلشوا بس يشوفوا البث المباشر. البث المباشر بيكون لافتتاح شركة الطيران والشحن الجوي اللي آدم بيشارك فيها خليل وفارس. وبعدين خالة نايا بتلومها على الحمل، كيف انه خليل بده يتطلق منها وهي حامل، فنايا بتخبرها انه هي قررت انه تعطي خليل فرصة تانية، انه من المحتمل انه تتحسن علاقة بينهم. طلال بيطلب من فارس انه يحكي معه شوي، وبالمقابل بيكون خليل عم يحكي آدم عن انه منزعج من المؤتمر، انه المشروع له هو وآدم، فليش الصحفيين عم يوجهوا اسئلتهم لفارس؟ فبيخبره آدم انه هذا الشيء كتير عادي ولا تاخذ الامور بجدية، وآدم بيشوف انه الامر لمصلحته لانه المشروع اللي رح يضرب بيه فارس، ومن الجيد انه يكون هو بالواجهة. طلال بيعطي فارس الفلاشة والصور اللي سلمهم ياهم حليم، وبيقول له شو فيهم، فهون فارس بجن جنونه كيف انه فعل هذا الشيء بدون اذنه، انه علاقته هو وادم رائعة وما بده انه تتغير ابدا، انه كان يجب عليه انه ينهي علاقته بحليم مثل ما قال له. بيرفض فارس انه يخلي البيانات والصور وبيقوم بحرقهم، فهون طلال بيعصب كتير وبيقول له انه لازم تخليهم فيمكن تحتاجهم بيوم من الايام. وبوقت تاني منشوف كيف انه فارس عطى ادم الولاعة اللي كانت عزيزة عليه واللي كانت لابوه، وبيقول له انه هي الولاعة دليل انه نحنا بدنا نفتح صفحة جديدة، صفحة صداقة واخوة جديدة، فادم بنفس الولاعة بيحرق اوراق العلاقة بصداقته هو وفارس. هيك بيكون انتهى فيديو اليوم، استنوني فيديو بكره.